علينا قديما لن نعرف قيمة الماء حتى يجف البئر. تشير توقعات شح المياه العالمية بأن النسب التي ستتعرض لها السلطنة بحوالي عام 2030 ستصل إلى حوالي 75%. كما تعزز هذه الدراسات بنسبة حصة الفرد في سلطنة عمان والتي تصل إلى 416 متر مكعب في السنة، مقارنة معها بحوالي 1430 متر مكعب في السنة لدول أخرى من الشرق الأوسط. كل هذه المؤشرات وغيرها من الدراسات كانت الشغل الشاغل لحكومتنا الرشيدة، حيث كانت توجيهات مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في ترشيد استهلاك المياه لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة. ومن أحد هذه التوجهات هو تقليل استنزاف احتياج المياه للصناعات القائمة على أرض السلطنة، والتي من المعلوم بأنها أحد أكبر المستهلكين للمياه، ولا شك بأن الحاجة للمياه هي من أحد مقومات تلك الصناعات. فعلى سبيل المثال يستهلك ميناء صحار حوالي 800 ألف متر مكعب بالساعة بنسبة لا تقل عن 75% لأغراض التبريد، و25 منها تستغل لأغراض التصنيع. ولا يخفى عليكم أن نسبة كبيرة من هذه المياه يتوجب معالجتها ومن ثم تصريفها مرة أخرى للبيئة البحرية بعد تطابقها لقوانين التصريف البحري. ولكن هل هذه هي الطريقة المثلى التي يجب أن تستنزف فيها الطاقات واستهلاك المحروقات التي تستخدم مراراً وتكراراً لتحلية مياه البحار ذات الملوحة العالية؟ من المعلوم أن جميع الصناعات التي تستخدم المياه كمادة أولية أو مساعدة في صناعاتها يتوجب وجود تصريف صناعي نهائي، والذي في غالب الأحيان يتطابق مع معدلات التصريف البحري، ولا يمكن ضمان ذلك التصريف على حاله في غالب الأحيان التي تخرج بها عمليات التصنيع لعمليات الطوارئ لأعطال مفاجئة والتي من شأنها التأثير على البيئة البحرية. في ميناء صحار والذي تأسس في عام 2005 يتم تصريف ما يقارب 30 ألف متر مكعب من المخلفات السائلة والتي تطابق قوانين التصريف البيئي البحري، ويتم إنتاج كميات المياه هذه إما عن طريق التناضح العكسي أو عمليات التبخير والتي من المعلوم ارتفاع كلفتها التشغيلية. ولكي يتم ضبط هذا الاستنزاف والحد من تلوث البيئة البحرية، قامت شركة مجيس بالأخذ بزمام المبادرة في تجميع ومراقبة ومعالجة وإعادة تدوير المخلفات الصناعية السائلة، بحيث يتم ضمان مراقبة تلك المخلفات بشكل لحظي ومن ثم ضخها عبر شبكات متكاملة لمحطة المعالجة المركزية، والتي تقوم بدورها بإزالة تلك الشوائب والملوثات وإيصال جودتها بما يتناسب مع وحدات إعادة التدوير، ومن ثم إعادة استخدامها مجددا كمياه لغرض التطبيقات الصناعية. واتسمت هذه المبادرة من شركة مجيس للخدمات الصناعية أولا ضمان ضبط بيئي متكامل على المخلفات الصناعية السائلة، حيث يتم مراقبة جودة هذه المياه المصرفة لضمان معالجتها بالوحدات المخصصة لها. ثانيا الإنتاجية المستدامة، والتي تمثلت في إعادة تدوير المياه المصرفة لمياه ذات مواصفات عالية لاستخدامها مجددا في أغراض الصناعة. ثالثا الجدوى الاقتصادية وعدم استنزاف الموارد الطبيعية، حيث يقل استنزاف الطاقة الكهربائية بمعدل 50% إذا ما قورنت بالمعدلات المستخدمة لإنتاج المياه المحلاة من مياه البحر، وكذلك قلة تكلفتها التشغيلية والتي تصل ل 70% عنها في استهلاك مواد التنظيف والأيدي العاملة ورأس المال. CTRP One phase one project, being the first industrial recycle plant of the region, had been a very important project for UEM and Toshiba. As a project manager of this project, I really enjoyed working on this project. While our challenges start right from the design table to convert 3 MLD sewage to the 10 MLD of industrial effluent plant and make it a reusable and recycle with modern technologies, the design was highly incomplex in nature, since there were few industries which were having a different parameters and which were coming to the plant, and it was a great team efforts of UEM and Majis design to finalize the design with the software based analysis as well as the real sample taken from the fields. This being various technology involvement,
project with really had a global participation, like design vetting done by UEM USA team, execution done by Middle East team, and supplies from Asia, America, and Europe continents passed through a various time challenges for the execution, which includes various design checks and other execution part. But nothing to defeat that, the team spirit of UEM and MAGIS to get this project completed on time with minimum hassles during commissioning. يتكون المشروع من شبكة خاصة تقوم بربط مخلفات 7 مصانع كبرى تشمل مصفات النفط، محطات توليد الكهرباء، مصنع الميثانول واليوريا، وإيصالها إلى وحدة المعالجة والتكرير المركزية CETRB، والتي تتكون من 3 وحدات رئيسية، وهي أولاً وحدة المعالجة، ثانياً وحدة إعادة التدوير وإنتاج المياه الصناعية بواسطة التناضح الأكسي، وثالثاً وحدة إنتاج المياه الزراعية باستخدام تيرشيري تريتمنت. وتقدر الطاقة الاستيعابية لهذه المحطة بمقدار 10,000 متر مكعب يومياً. يتسم النظام بعدد من الاحتياطات التي تضمن التحكم بحالات الطوارئ في حالة عدم تطابق التصريف لمستويات التصميم للمحطة، وذلك بالتحكم بها عن طريق نظام لوجيك كنترول، والذي يضمن تحكم مثالي للمحابس وتصريفها لخزانات الطوارئ إلى حين إصلاح الأعطال من نقاط التصريف. كما تتسم المحطة في تصميمها على معالجة وتدوير المياه بنظام التوازي ستاند باي، بحيث يضمن تواصل التشغيل حتى في أوقات الصيانة الدورية والطارئة لوحدات المحطة. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجاب في أحلام العاجز، فأحلام الأمس حقائق اليوم، وحقائق اليوم أحلام الأمس. هكذا حولت شركة ماجيس حلماً كاد بالكاد يتمحور إلى حقيقة، ولكن بسواعد جادة وفكر دائم تحول هذا الحلم إلى حقيقة فعالة مساهمة في إدارة دفة إنجاز عماننا الحبيب.